GRX8 أول SUV 7 مقاعد من MG، سيارة صينية مع بعض اللمسات اللي بتوحي بالفخامة مثل الخشب والجلد، بس بدي فرجيكم خصائص مميزة جدا. قربوا معي هون، إذا متطلع على الداشبورد اللي موجود عم نشوف مش بس قديش ضغط الإطارات، كمان عم نشوف حرارتها. الـ RPM معمول بحركة مهضومة، بالعكس مكمل البرمي هون اللي هي هذه حرارة المحرك، كمان هون السرعة مكملة البرمي تبعها، بقديش في فيول بالسيارة. عم نشوف بعض السيفتي أو قصائص الأمان الموجودة بالسيارة، مثل هون كم شخص حاطط السيت بلت أو حزام الأمان عندي بالسيارة. ننتقل شوي على الشاشة. نظام الترفيهي والشاشة بالـ MG RX8 معمولين بطريقة مميزة. عم نشوف التصميم تبعهم مع إطار ألمنيوم، تداخل فتحات التكييف مع الشاشة رائعة وألوانها. رح فوت على مميزات الشاشة. بالمالتي ميديا عندي كونكتيفيتي عن طريق USB وعن طريق البلوتوث للميوزك، وطبعا في أحضر فيديو عن طريق USB. التكييف فيه اشياء مهضومه رائعه، فصل بين المكسوره الاماميه والمكسوره الخلفيه، كل واحد عنده الكنترول تبعه له تما يصير في اي نوع من المشاكل على الحراره. في كمان حركه مهضومه الكلينر اللي هي عباره عن فلتر بنقي الهواء بقلب السياره وبيفحص لك مدى نقاوه الهواء داخل المكسوره. في عنا اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كمان في عنا هون فون وكاميرات الى اخره. بس بفرجيكم شغله اللي هي سكرين ميرورنج لتليفونك، يعني اذا انت ما عندك اندرويد اوتو وما عندك ابل كار بلاي، كل اللي عليك تعمله انك تكبس هالكبسه وتعمل ميرورنج للسكرين، بتشوف التليفون مع كل مميزاته صارت انعكست على الشاشه، وبصير فيك تستعمل جوجل مابس مثلا او خرائط او اي ابلكيشن تاني. مثل ما نكون ملاحظين صارت الشاشه تبع التليفون تبعي موجوده هون. بالاضافه للميرورنج تبع الموبايل رح افرجيكم شغله لها علاقه بالساوند سيستم. بفوت على السيستم سيتنجز على الساوند، عم اطلع هون في عندي الايكوالايزر مع اشياء بريسيت حسب نوع الموسيقى اللي انا بسمعها، وفي اتحكم فيها مانيولي مثل ما انا بدي. الافكتس هون بتقرر كمان بيس وميد وتربل. فيدر بالانس شغله مهضومه فيها، انا بقدر من قلب الفيدر اتحرك اعطي الصوت لورا، اعطي الصوت لقدام، على الشمال او على اليمين. شغله كمان زياده سبيد فوليوم، دائما نحن لما نكون ماشيين على الطريق سريعا مثلا بنعلي الصوت، بس نخفف بنوطي الصوت. هون اذا بحطها انا اون لحالة السياره بتتحكم بصوت الموسيقى حسب سرعه السياره. مثل ما لاحظتوا معنا كنا ماشيين على سرعه 80 كيلومتر بالساعه، كان الصوت عالي، مجرد ما تخفضنا السرعه خفت معه مستوى الصوت. بالان جي ار اكس 8 عم شوف انه عندي مساحه كافيه للجرين من هون، ومساحه كافيه كمان للراس. المقعد الخلفي بيتقرب وبيرجع، ان كان بدي استفيد مساحه اضافيه من قدام او من ورا بحركه بسيطه، بعمل ريكلايننج للمقعد وبقدر اقعد قاعده كثير مريحه.